ميسي، ربنا يخليك. هو التجمع دايما الدول العربية، أنا بحب دايما نتجمع كنا مع بعض ونبقى إيد واحدة، وحتى لو في الثقافات يعني، حتى لو في مهرجان وفي نتقابل كنا مع بعض وبنبقى يعني كلنا مع بعض بنبقى إيد واحدة، ودي حاجة مهمة جدا. والمهرجان معمول بطريقة لطيفة، البنات لطاف جدا طبعا، مرعوبين الله يكون في عونهم أول مرة يطلعوا على مسرح، بس شايفاهم برضو قدروا يثبتوا وجودهم، وإن شاء الله مبروك للي هتكسب. هو مسلسل حكايتي في رمضان ان شاء الله، وانا طالعه فيه بدور يعني شديده شويه مع استاذ احمد سمير فرج، ومعانا طبعا ياسمين صبري البطله، ومعانا احمد حسن صالح، ويعني معانا مجموعه كبيره من الممثلين، احمد حسني صالح على فكره عامله شغل حلو قوي، انا واثقه ان المسلسل ده ان شاء الله ورقه حلو جدا، وممثلين كله هايل، واستاذ احمد بدير ووفاء عامر، كتير كتير فنانين كتير في المسلسل، هيبقوا ان شاء الله يبقى حلو قوي. لا ربنا يوفقه، حسام ده بقى خلاص هو اللي هيعلمني، لا مخرج شاطر ومؤلف شاطر وبيحب شغله جدا، وان شاء الله ربنا يوفقه.